التواصل يستمر أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الصباحية التي تأتي بتحدياتنا لقايا وهجنا أبناء القبائل المنطلقة في صباح هذا اليوم 5 كيلومترات ضمن شارة الاتحاد والديوان التاسع، نعم الديوان التاسع الذي بدأ منذ بداية الموسم لتستمر هذه السباقات حتى نهاية هذا الموسم. شوطنا هنا أيضا 16 شوط الختام، معلنات انطلاقته منذ لحظات خصص للإبكار. هنا أيضا لقاء المهجنات على صايل مباشرة مع الصدارة مع المقدمة ومع المركز الأول جود أحمد بن عتيق بن محمد العميمي يأتي على الصدارة ويقدم لنا انطلاقة جو، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات والانطلاق والانضمام في هذا المسار المستمر العاصمة حميد بن أحمد بن صالح العامري يأتي مع العاصمة، بينما المركز الثالث الحضور من خلال الذيبة راشد بن خميس بالمر النيادي مع الذيبة، المركز الرابع هذه هي سودة محمد بن خلفان بن حضير ملك تبي، المركز الخامس أتدخل مع انذار سعيد بن سالم بن حماد ملك تبي، المركز السادس الحضور مع شيمة حمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي يأتي مع شيمة مع المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع شوف القدوم في هذه اللحظات مع مرضية سليمان بن فهد بن صالح القروان يقدم مرضية مع المركز هنا أيضا مع المركز السابع، بينما المركز الثامن القدوم في هذه اللحظات والانضمام في هذا المسار المستمر من خلال منصور يقدمها في هذه اللحظات، هنا عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي يقدم منصورة القادمة والمتقدمة في هذا المسار، المايدية محمد بن خلفان المزروعي يقدم المايدية في هذه اللحظات مع المركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه من تتقدم من تنطلق من تصل في هذه اللحظات، الله الله هذه نهب عبيد بن سالم بن راشد بالحبالة الكتبي يأتي ويقدم لنا انطلاقة واندفاعة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، يقدم نهب هذه النتيجة العشر المراكز الأولى المتقدمة، يا هي اسماء خلف العشر يا هي شعارات خلف العشر، لم يحين موعد وصولها لم يحين موعد ذكرها حتى هذه اللحظات، نترقبها في الأمتار الأخيرة وسيكون لها نصيب الأسد بدخولها سريع، ولكن على العموم نعود حيث البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول، هذه جو على المقدمة الأولى أحمد بن عتيق بن محمد العميمي يأتي على الصدارة يتقدم على البداية يعلن بانطلاقة جو على مقدمة هذا الشوط، بينما الذيبة راشد بن خميس أو راشد بن خليفة بالمر النيادي يأتي مع الذيبة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه سودة ومحمد بن خلفان بن حضير ملك تبي يأتي مع سودة مع المركز الثالث، المركز الرابع هذه شيمة وحمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي يقدم شعاره مع المركز الثالث أو الرابع، نعم المركز الخامس الله ينذر سعيد بن سالم بن حماد الكتبي يقدم شعاره في هذه اللحظات، بن سبت مع منصورة عيسى بن سعيد بن سبت الخيلي يقدم منصورة المايدية محمد بن خلفان المزروعي يقدم المايدية مع المركز هنا أيضا السابع، بينما المركز الثامن بقية الأسماء بقية الشعارات المنطلقة في هذا المسار المبدعة بالإثارة، ولكن نعود حيث البداية، هذه جو الكيلو الأخير المثير، دخلنا أجواء الكيلو عبرنا بوابة الانتصارات، لمن يا ترى الانتصار لمن يا ترى الفوز، هذه جو أحمد بن عتيق بن محمد العميد
الحكيمي ياتي على البدايه بينما الذيبه تحاول مع المركز الثاني راشد بن خليفه بالمره النيودي بن سبته بن سبته مع منصوره عيسى بن سعيد بن سبته الخيري ارصد المركز الرابع ارصد المركز الرابع من القادمه هذه المايديه هذه المايديه محمد بن خلفان المزروعي يقدم المايديه يقدم المايديه ولكن بن سبته ولكن بن سبته على بدايه المسار على مقدمه الابداع واللحظات الاخيره اللحظات المثيره منصوره 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 عيسى بن سعيد بن سبته الخيري ولكن المايديه المايديه قادمه المايديه قادمه محمد بن خلفان المزروعي واللحظات الاخيره اللحظات المثيره خط النهايه بدا يقترب ولكن ولكن منصوره ولكن منصوره بن سبته بن سبته الله 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 يا بن سبته مع منصوره مع منصوره عيسى بن سعيد بن سبته الخيري مشكور يا ابو سعيد مشكور يا ابو سعيد على هذا الانطلاق وعلى هذا الابداع الكبير التي تقدم لنا منصوره مع شوط الختام تهانينا والناموس المركز الثاني المايديه محمد خلفان المزروعي ثالثا كان وصل من خلال تواجد انذار سعيد بن سالم بن حماد الكيبي المركز الرابع هذه قوة أحمد العتيق بن أحمد العميمي والمركز الخامس الذيبة راشد بخليه بالمرة النيادية هذه النتيجة 7:30 التوقيت المصاحب المنصورة عيسى بن سعيد بن سبت الخيري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين حظر نوفر لمن لم يحالف الحظ تقبلوا تحيتنا وللملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.